حبايبي شلونكم؟ شلون رمضان معكم طلوني؟ شلون الصيام؟ الله يتقبل. اسمعوا العزيرة قال مش من لحم ومش من دم، لكن حي من الأحياء ما بتحمل على قلبها هم، بشغلة ما بتشكي الأعياء، مونتها دوما بتلم، تحسب حساب الأنواء. إذا عرفتها بالله عليك فورا جاوب على صفحتنا بلودان الميوزيك، أمية وردة بالخال.